السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا في اتم صحه وعافيه. معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي، من بعد التشكيله اللي كان جابها وليد الركراكي وما كاينش عبد الرزاق حمد الله، اليوم كرد عليه بجوج ديال الاهداف ثنائيه مع الفريق ديالو وساهم في الانتصار الكبير. اليوم ننتصروا بجوج مقابل لا شيء. عبد الرزاق حمد الله كيرد على وليد الركراكي وكيقول له باللي انا واخا نغبر حتى شهور وحتى عام، انا ديما حاضر ناظر، وها الدليل قدامك. اصدقاء ديالي، فيديو رائع جدا يستحق المشاهدة، بغينا لايكات كثيرين باش الفيديو هذا يوصل جميع المغاربة. الأصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، كنتمنى الأهداف ديال عبد الرزاق حمد الله تكون عجبتكم، وكنتمنى إن شاء الله وليد الركراكي يحاول يعاود الوريقات ديالو ويشوف مع عبد الرزاق حمد الله راه تسعد في التمام، غادي يعني يقول الكلمة ديالو مع المنتخب خصوصا في كأس العالم. ماشي مشكل ما يلعبش معنا في هذه المباريات وديا، ولكن من بعد وليد الركراكي خصو يدي عبد الرزاق حمد الله التجربة ورونالدو ديال البرازيل ديالنا هو هذا حمد الله. أصدقاء ديالي، أهم حاجة ندي تكون استمتعتوا معنا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش بركوا هذاك اللايك باش الفيديو هذا يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. تهلاو لي في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. السلام عليكم.